في هذه اللحظات تم انطلاقة الشوط الرابع لفئة القعدان من مسافة 1200 متر الشوط العشرون في سباق الأصائل الأسبوعي لفئة المفاريد اللي في أول المراكز. هذا الطام لسيسي بمحمد بن دايل النعيمي مع الطام في أول المراكز. ثاني المراكز هذا شاهين لسيد صالح بن مسعود بن قطامي في ثاني المراكز. ثالث المراكز شاهين لسيد سالم بن حمد بن جهويل المري ولكن النعيمي. الطام لسيسي بمحمد بن دايل النعيمي في اول المراكز. هذول الطام يلحف لكريم ولكن واصل في ثاني المراكز. شاهين لسيد صالح بن مسعود بن قطامي في هذه اللحظه في ثاني المراكز. ثالث المراكز من الجانب الايمن شعار بن جهويل سالم بن حمد بن جهويل في ثالث المراكز اللي في اول المراكز حتى هذه اللحظات. هذول الطام السيسي بن محمد بن دايل النعيمي ولكن واصل شاهين لسيد صالح بن مسعود بن قطامي ولكن للطام حتى هذه اللحظات. هذول الطام انتزع المركز الاول للطام وسيطر نقول ثانينا والناموس ولكن واصل بن قطامي. هذا هو شاهين لسيد صالح بن مسعود بن قطامي في ثاني المراكز ولكن للطام انتزع المركز الاول ثانينا والناموس على فوز للطام بالمركز الاول لثاني المراكز. وصل الى الحفل الكريم شاهين لسيد صالح بن مسعود بن قطامي وفي ثالث المراكز الفاتي لسيد سلطان بن راشد المقاري. حتى وقت الزمن لهذا الشوط دقيقة 45 ثانية و13 جزء من السنة. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.